فده ممكن انا حتى ما كتبش لكن هو جالي حق بيه بس هيلاقوه في المسلسل اللي جاي ان شاء الله. يا ريت. ده مشهد مش انت اللي بتمثله؟ لا مش انا اللي همثله كده. بس انا همثله هيشوفه ممثل غيري بيمثل يمكن يشوفه بنفس الاداء يعني. وانا عملت ايه علشان ربنا يزعل مني كده؟ تكونش النمله؟ النمله اللي انا قتلتها ما كانش لها ذنب. او يكون بقعه الطين اللي لوست بيها دومي عندا في امي. او يكون لما كلمت ابويا بشكل مش لائق علشان اثبت عليه رجولتي. ولا كشف الوسطه اللي انا عملته عشان اخد حق مش بتاعي وظلمت واحد تاني. ولا لا الراجل اللي نهرته قدام المسجد لما طلب مني حسن وقلت له لا لا انا عملت حاجه غلط اكيد ربنا بيعاقبني. انا مستعد اقف قدام المسجد استسمح كل واحد خارج من المسجد واقول له سامحني. لا انا هروح ابوس رجل امي وابوس دماغ ابويا. انا مستعد اروح اقف قدام بيت النمل اعتذر لنمله نمله واسبح بعددهم. بس ان ربنا يغضب عليا لا. قول يا رب ازاي ارضيك. قول لي ازاي ارضيك. احسنت يا استاذ. الله يكرمك. بحييك مرتين. الله يكرمك. مره على ان المشهد ده لم يسبق ليك تمثيله من قبل وانه وليد لحظه. والمره الثانيه على الاداء البسيط المرن اللي احنا شفناه دلوقتي. بجد احسنت جدا.